احترام وتقدير لما يقدمونه من تضحيات في سبيل رفعة هذا الوطن. والآن يتحدث إلى حضراتكم السيد اللواء محيي نوح الوكيل الأسبق لإدارة المخابرات الحربية، رئيس فرع الاتصال بالمنظمات الدولية بإدارة المخابرات الحربية، وهو في نفس الوقت مدير عام حملة السيسي رئيسا. فليتفضل سيادته. أنا اعتقادي الشخصي إن أنسب واحد لقيادة مصر خلال المرحلة القادمة هو المشير عبد الفتاح السيسي. ليه؟ نقول ليه؟ المشير عبد الفتاح السيسي أزال غمة كانت موجودة عندنا لمدة عام. كقبائل عربية نشبه العمليات الإرهابية التي تحدث على أرض سيناء وفي محافظات مصر جميعا، التي تتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي السامح. وقد قمنا نحن القبائل العربية بعقد عدة اجتماعات عرفية اتفقنا فيها على دعم القوات المسلحة والشرطة. طبعا بندعم سيادة المشير وبنأكد له أن العرب المغرب العربي كلهم من مطروح إلى الفيوم كلهم واقفين معاه، وبندعمه وبنأيده وبندعيه لعقد مؤتمر جماهيري عندنا في بعد إعلان الترشح إن شاء الله. في كم قبيلة بتشارك معاكم في تأييد المشير عبد الفتاح السيسي؟ أكثر من 20 قبيلة. في أسماء ممكن تذكرها؟ قبيلة الربايع اللي أنا أنتمي ليها، وفي قبيلة أولاد سليمان، وفي قبائل الجوابيس، وفي قبائل الجدادفة، وفي قبائل أولاد علي، وقبائل كثير يعني. بنظام جديد متخلصا من نظام الأهل والعشيرة اللي كان هيخطف مصر مئات السنين. اليوم المعركة، وأنا بسميها معركة البناء، ليست سهلة وليست مفروشة بالورود، طالما في مصر من هم يستحقون المطاردة مثل الإخوان تماما. أنا بقول تحية لشهدائنا الأبرار على مر العصور اللي ضحوا بكل غالي ونفيس، وعلى رأسهم قائدي الشهيد البطل إبراهيم الرفاعي قائد المجموعة 39 مثال.